اليوم كاين واحد العيد زوين، عيد الحب، كيحتفلوا به الناس في العالم كامل. كل واحد كيفاش كيعبر عليه وامتى كيعبر عليه، كل كيعبر عليه العام كامل، اي وقت في اي ساعه، وكل كيتفكروا في هذه الوقيته. هذه مناسبه باش نقولوا للناس اللي كنبغيو، والدينا، الناس اللي خدامين معنا، اصحابنا، جيران ديالنا، عائله، كل شيء خاص نكون كاين واحد المحبه بيناتنا، سواء قليله ولا كثيره، من بعيد ولا من قريب. الكلمه كنبغيك ولا عيد الحب بصفه عامه شي حاجه زوينه، كيخلي الانسان يعيش مرتاح، كاين واحد السلام داخلي. وما نساوش حب الله حتى هو كيعطي واحد الطمأنينه في القلب. كتشوف الحياه بالالوان ديالها. ما غاديش نقول لكم راه ما كاينش المشاكل، ما كاينش هذه، ولكن خاصنا نعاودوا نشوفوا او نعاودوا نراجعوا ذاتنا مع هذا الشعور اللي زوين. فين الوالده هانيه؟ الحمد لله. كاين شي كادو ولا والو؟ الكادو ما عندك. المهم الوالده بغات نقول لك كنبغيك واللعيبات، راك عارفه انت كملي من عندك، راك عارفه ما عنديش ما هادش. ايوا نقول لك انت اغلى ما عندي الدين. الله يحفظك ليا الوالده. الله يحفظك عليا. الله يحفظك. يلا سيري تهلا ليا في راسك، تنجي في العشيه ونجيب لك الكادو. هو الكادو. يلا حيدر الوالد، ان شاء الله ليا فراس، ان شاء الله وفي والديكم اصاحبي، بعدو من الدرياش، بعد من الدرياش راه الوالدين اللي غيدوموا ليكم. انا الراي ديالي في عيد الحب هو الانسان اللي قلبه عامر بالحب. بالنسبه لي عيد الحب هو 365 يوم، ماشي غير النهار، ولكن هذا النهار رمزي تيخص الانسان يتفكروا ويهدي الحبيبه ديالو رضا ويعاود يعبر لها على الحب ديالو. واخا حنا دابا 33 سنه باش مزوجين والوليدات ديالنا وعندنا الاحفاد دابا والحمد لله بخير وعلى خير. ومناسبه عيد الحب انا اللي كنتمنى هو الرجال المغاربه يتفكروا هذا النهار ويعطيوا قيمه للمراه المغربيه ويتفكروها ويجيبوا لها الوريضه، ويكون ان شاء الله عيد الحب ديال العام كامل ماشي غير النهار. ودائما كنفكروا في ليمونسيباسيون دو لا فام ماروكين، المراه المغربيه خاصها تكون عندها مكانه مهمه في المجتمع الى المجتمع ديالنا بغى يتقدم، وهذه مناسبه باش نعاودوا ندافعوا على المراه. احبك امام الملأ. وهذه شهادة أمام الملأ وأمام الله سبحانه وتعالى. كنت سمعيني؟ ربي عليك، والله يهنيك، الله يفرحك. آمين. الله يسعدك في حياتك، الله يعطيك العافية. وتشتي الله يعطيك شي حاجة وخليك لنا طول لنا في عمرك. آمين 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 آمين. الحاج قالوا لي شكون كنت بغيت، قلت لهم كنبغي ماما، حشي هي الوالداني ومحنا عليه. والله يسمح لي منا. وكلمة نبغيك نقدر نقولها لماما، كنبغيك بزاف ماما، الله يخليك ليا، وبابا حتى هو الله يخليك ليا ويعطيك صحيحته، اختي، خويا الصغير، صافي شكرا. وراجلي، راجلي ما نساش. انا كنوجه له تحيه لماما وبابا وراجلي، كنبغيكم بزاف. راجلي تحيه، تحيه من طنجه راجلي. كيف طنجه؟ الحب لحن جميل يتغنى بين قلب. هذه اللي فات الاطلس اللي حنا ملي كنت عندي 30 سنه. رنت خلخالك فيها سحر وفيها انغام جميله، قلبي يرقص ليها ويقول يا حارس يا غني علي، دي بنت بلدي ربي يحميها. الحب مشى مع مالي اخويا، الحب مشى مع مالي، الناس القدام حب دي كانوا الشرفاء. كل انسان يحب واحد الدريه عنده بنت الحي ديالو ولا بنت ولا من لافاميل، فهمتي؟ هذاك هو الحب. كما بقى له حب الاول، بل الحب الاعمى، شي طمع بشي، وفي الاخر كيولي في المحاكم، فهمتي؟ والصايرو هادي ربي اللي انت جاي تقول عليه، ما بقى له حب الاول اخويا. بالنسبه لي انا هذا الموضوع ديال عيد الحب، كيف تنقولوا، مهم كاين حب الله وحب الوالدين،
والحب كذلك ديال الابناء والزوجه. وملي تيكون واحد الحب ديال الزوجه ماشي بحال اللي كنشوفوا دابا، كلشي كيميل للطمع وكلشي كيميل لشحال غتعطيني في الصداق وشنو عندك، واش خدام، واش عندك طوموبيل، واش عندك الدار، واش هادي. لا، الناس كيبنيو المستقبل ديالهم والحياه ديالهم بحب بكل معنى الكلمه، في الساره والضاره. الا كنا كنبغيو بعضياتنا راه تنبغيو بكل معنى الكلمه، سواء عندي ولا ما عنديش. والناس كلهم اللي تنعرفوا مشاو بعيد، في اللي عندهم الزوجات والابناء مده ديال 40 و50 و60 عام، راه كان واحد الارتباط ديال الحب بين المراه والراجل بدون معرفه ديال بعضياتهم، كانوا على الوالدين هما اللي كانوا يخطبوا لهم، ومن بعد كيبنيو هذاك العش، وربي سبحانه وتعالى يفتح لهم البيبان الخير وكيسهل عليهم وكيمشيو بعاد. ولهذا كنتمناو من الشباب ديال الناس ديال دابا ولا الشابات اللي هما كيطمحوا باش يمشيو بعيد في العلاقه ديال الحب الزوجيه، باش يبقاو على هذا الشيء ديال الناس القدام، هذا الشيء ديال الطمع، وهذا راه ما كيديش للخير. ديال الاحتفال هذا ما عندنا به علاقه، حنا كبرنا ما عمرنا عقلنا على العيد للمراه ولا عيد الحب ولا هذا الشيء. العياد اللي عندنا هما المسلمين، عيد ثلاثه العياد هما اللي عندنا، اما القضيه ديال عيد الحب وهذا راه ما عمرنا سمعناش به الى هذا الاخر. هذا وراه داك الشيء كيناسب للناس اخرين اللي كيديروا اعياد خارج على هذا الشيء كاع. الوالدين هما الحب الكبير باش تبني المسار ديالك وباش تبني حياتك، لان الحمد لله ملي كيكون عندك واحد لاسينياتور ديال الوالدين راه فيزا هذيك راه كتمشي بها. وثاني كذلك حتى الوليدات، حتى الابناء والزوجه كذلك، الحمد لله خص الناس يتعاونوا بعضياتهم. اما القضيه ديال هاد الاعياد ولا العياد اللي كنسمعوا دابا ما عمرنا سمعنا بهم الا مؤخرا. ولكن الحب عندنا في القلب من جهه طرف العائله والحباب والوالدين، اغلبيه الوالدين. خويا بالنسبه لعيد الحب حنا راه كاملين كنعرفوا، يعني هذه ماشي مناسبه اللي هي دينيه ولا ديجا انه عيد اللي غيحتفلوا به الناس ولا هذيك. هذا عيد الحب خرجوا الكور على اساس وما كيعيشوا واحد الوقت اللي هو بالنسبه لهم زوين، ولكن حنا كمسلمين ما كنعتبروش هذا راه فهمتي، يعني ماشي في الشريعه ديالنا اننا نحتفلوا بعيد الحب، حنا كنحتفلوا باعياد اللي دينيه وباينه. خويا داك الكادو اللي غتشريه خويا، يعني تقدر انك من غير عيد الحب انك تعطي الوالده ديالك ولا تفرقوا على الوالده ديالك، صحابك ولا شي حاجه بحال هكا. اما بالنسبه لعيد الحب تمشي تشري لصاحبتك ولا تخرج شويه وداك الشيء محرم دينيا وهذه يعني لا فائده شمنين. المهم ندوز ابل الوالده دابا شاهي فهمتي، قول لها راه عيد الحب راه تفكرتك انت الاولى. الو السلام عليكم. الوالده كي دايره بخير؟ كلشي مزيان، امورك هانيه. الوالده راه وقفوا عليا شي ناس سولوني على عيد الحب وهذه، صحابوني غنعيط للدريه ديالي ولاد. انا راه عيطت لك انت، بغيتك تعرفي راه كنبغيك بزاف فهمتي، وان شاء الله الله يخليك ليا والله يطول ليا في عمرك ان شاء الله. الله يحفظك ليا الوالده. وسيري ما نبرزطكش الوالده، سيري الله يسهل الامور. دعي معايا دا غنجيب لك شي كادو اليوم ضروري، راه غنجيب لك شي كادو ان شاء الله اليوم. يا الله يسهل الامور، الله يحفظك الوالده، راه كنبغيك بزاف. الله معاك الوالد. ولكن كيحتفل باش كنقول لك راه ما يمكنش تدخل في سميتو ديال فهاد الشخصيه ديال الانسان. الانسان كل واحد والفكر ديالو. واش هذاك دابا اللي كيحتفل بعيد بالراس سنه الميلادي غتمشي تقول لي علاش غتحتفل؟ علاش خديتي الحلوه؟ مثلا حنا غنقولوا واحد، حنا دابا مسلمين كنبغيو الخير لبعضياتنا، كتبان لك واحد الدريه ولا واحد المراه فواحد الحاله ماشي هي هذيك ديال اللبس وديال اسميتو، واش غتقول لي علاش داير علاش فعله؟ راه ما يمكنش تدخلها في حياتها. راه الابناء ديالك اليوم راه صعيب باش تدخلوا في حياتهم، راه الا مشيتي هضرتي معاهم راه مشكله، غتجيب معاهم الصداع. وهما دابا كتربي فيهم الزنقه اكثر منك انت، انت كتلقى معاهم ساعه في النهار ولا نص ساعه، وهما راه المدرسه هنايا، اش غتقول لهم؟ تقول لهم شي حاجه؟ يقول لك اسيدي راه الناس دايرين وفعلان ولا ولد فلان ولا ولد فلان. تما المهم الله يهدي ما خلق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.